نمشيو للرياضة أو جمال وأناقة والفقرة ديال الرياضة اللي غنتكلموا عليها مع الأستاذ عبد اللطيف الأزلي. صباح النور أستاذ عبد اللطيف. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. كيف حالك؟ لكل الطاقم. الله يبارك فيك، خصوصا المسؤول على الصوت. الله يبارك فيك، الهندسة الصوتية جميلة. كيوصل لك تحية للأستاذ عبد اللطيف الأزهري، حتى هي كتشكرك كتقول لك شكرا. المهم شتي أنا غير مزاجة، ما سمعتهاش ولكن شتي غير مزاجة قالت لي قول لي شكرا. نعم، إذا أستاذ غنواصلوا حديثنا حول الرياضة وعلاقتها بالجمال والدور المهم اللي كتلعبوا، لأن الرياضة كيف ما قلتي وكيف ما كنعرفوا جميع هي مهمة وكتعطيك واحد الراحه نفسيه وجسديه، وهذا الراحه ملي كتكون النفس مرتاحه والجسد مرتاح هادشي كينعكس على الوجه وكيبان لك الشخص يعني راه رائع وغايه في الجمال، وكتقول له اش درتي، هو غير مصالح مع راسه ومحرك الجسم ديالو ما مخليهش عاجز وخامل. البارح تكلمتي على السباحه واهميتها يعني خصوصا بالنسبه للناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن، ويعني شنو كتخدم، كيفاش كتخدم لو كور سواء ديال الرجل او للمراه، خصوصا في هذا الصيف يعني واحد يستغل الاسباس ويستغل المكان اللي مشالو ويمارسها. تفضل كمل حديثك أستاذ. غادي نحاولوا نكملوا الهضره ديالنا على السباحه والفوائد ديالها، باش من بعد ان شاء الله في الحلقات الاخرى غادي نحاولوا ندوزوا الرياضه بصفه عامه. نعم، دابا نحاولوا نوصلوا بالتفصيل للناس اللي باش يعرفوا القيمه ديال الرياضه من ناحيه ديال الجسد ديالهم. الفوائد ديال السباحه للجسم والنفس لا ما تتعدش وما تتحصى، بحيث تعتبر السباحه واحده من انواع الرياضات الاكثر صحه وسلامه. علاش؟ اثناء ممارسه رياضه السباحه تتحمل المفاصل المختلفه في الجسم الحد الادنى من العبء، واجهزه القلب والدم تقوم بذل جهد مستمر ومعتدل القادر على تحسين قدره تحمل القلب والرئتين. هذه للناس ما كيعرفوش بان الرئتين والقلب تخدموا بطريقه ماشي غير العضلات اللي كتخدم في بوندون ليكزيرسيس. نعم، كاين انواع ديال السباحه ياك استاذ؟ بطبيعه الحال كاين انواع باش نعرفوا، وكل نوع يمكن كيخدم شي حاجه معينه. بطبيعه الحال هي حنا تنحاولوا هنايا نعطيو السباحه بصفه عامه. السباحه كاين فيها بزاف ديال المسائل ديال الطرق ديال التدريب، غير انا تنحاول انني نوصل للناس بعدا اول حاجه يعرفوا بان الاهميه، الناس ما يكونوش غالطين بان راه السباحه كدير الام ولا كدير ضرر، هي بالعكس. شحال ما كانت السباحه كيلقنها انسان يعني ولد الميدان كيمكن له يوصلها بواحد الطريقه اللي هي صحيه، كيمكن ان التخفيف تيكون تخفيف من الام الظهر وخفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. والرياضه بصفه عامه تتساعد على البقاء بمظهر حسن، وتتوفر ظهور التجاعيد، تتأخر ظهور التجاعيد والشيخوخة، وتتساعد الرياضة بصفة عامة على الصبر والتحمل. وقد اللي خص الإنسان يعرف هي تزيد من مرونة الجسم، والرياضة تتعزز الثقة بالخصوص عند المرأة. ألو، شحال ما كانت الثقة عند المرأة تكون قوية، وتكون حتى من ناحية الجسدية ديالها والعقلية تتكون في واحد الفترة اللي هي مهمة عند المرأة، عند بعض النساء في الاستيوبوغوز يعني في هشاشة العظام. هذا الرياضة ديال يعني أي رياضة ماشي غير السباحة، أي رياضة كتخلي المرأة أنها تكون تتبعد من الكآبة اللي كتصيب بزاف ديال النساء في هاد لابيريود. وبعض الخبراء تيقولوا بأن الرياضة كدير نفس المفعول اللي كتمنحوا العقاقير المضاده للاكتئاب. يعني اللهم الواحد يدير الرياضه ويستفد من الهواء والاكسجين ولا ياخذ السموم اللي غادي يضروا في نعم من بعد. نعم. بخصوص الرياضه ان شاء الله غادي نحاولوا كما قلتي في الحصه الاخرى غادي نحاولوا نفرقوا، غادي نشرحوا الاشكال والانواع ديال السباحه، وغادي نشرحوا من بعد الانواع الرياضات المفيده او الصحيه وبالخصوص الداخلية، مش نهضروش غير الخارج مي حتى الداخل، بخصوص لدى المرأة بالنسبة الكثافة ديال الشحوم اللي كتولي عند المرأة من بعد العزوف على الرياضة. الانسان تيبع من الرياضة واحد الفترة ملي كيرجع كيلقى راسو بأنه خدا واحد الكيلويات، الطريقة باش غادي نرجعو والطريقة كيفاش نوصلو باش نرجعو اللياقة ديالنا البدنية اللي نسيناها واللي خليناها
غادي نحاول يعني نشرحوها نعم. في الحلقات الاخرى بالطريقه يعني الناس اللي هم مهتمين بالرياضه وبالجمال ديالهم معلوم اللي يتبعونا هاد الاسابيع المقبله ان شاء الله، وغادي نوضح لهم مجموعه من المسائل اللي كتعلق بالرياضه. الرياضه هي اساس اي حاجه في الدنيا، الانسان في خدمته في قرايته في العمل ديالو في اي حاجه الرياضه هي لا باز. الا كنتي دير الرياضه غيكون مرتاح نفسانيا وشخصيا وحتى مع الناس اللي هما امام ديالو، الا كان بونكي ولا كان انسان استاذ ولا كان دكتور ولا كان صحفي ولا كان قاضي ولا كان اي واحد يدير الرياضه الا انه تيستافد منها نفسانيا. نعم، شكرا لك استاذ عبد اللطيف الازهري، نتلاقاو بك ان شاء الله نهار اثنين نواصلوا حديثنا حول الرياضه وعلاقتها بالجمال والانواع ديال الرياضه باش الناس يتعرفوا، لان كنمشيو بعض المرات دابا اللي صال كنلقاو بزاف ديال السميات ما كنفهموا فيهم والو، يلا كنفهموا الايروبيك. اجمل تحيه لك وتحيه للمستمعات والمستمعين اللي كيتابعونا على امواج الاذاعه الوطنيه، بقاو معنا بعد قليل.